المدينة أشياء كثيرة، وبنقرأ ذلك لابد أن نكون أوفياء لنداء هذه المدينة، لنشتغل جميعا في قطاع يهم تاريخ هذه المدينة، يهم هوية هذه المدينة، ويهم كذلك ساكنة هذه المدينة. هناك نساء ورجال تركوا بصمات، منهم من قضى نحبه رحمه الله، ومنهم من مازال يكافح من أجل مدينة بغداد. هذا اللقاء التواصلي لأنه يعني فتح لي المجال أولا للإنصات لاقتراحات وأفكار جديدة، ثم المجتمع المدني بمدينة الردنت هو مجتمع يعمل بكل جد، هناك تراكمات، هناك واقع يجب أن نعالج مجموعة من المشاكل تتعلق بالبنية التحتية، تتعلق بدعم الإنتاج الفني أو الإبداعي بصفة عامة، وستكون هناك يعني لقاءات أخرى مع موضوعات هي يعني حول المسرح، تشكيل الموسيقى، الشعر والأدب على حدة بطبيعة الحال، حتى نتمكن من وضع أجندة سنوية للثقافة داخل مدينة الرودانت، لأن الثقافة هي الحياة والحياة هي الثقافة. مديرية الثقافة بهذه المدينة، ونشكر الحضور الكريم، تبان لي العنصر النسوي حاضر بقوة، هذا دليل بأن المرأة تشتغل بالثقافة وتهتم بالثقافة، وهذه ظاهرة طبيعية وصحية. احنا وزارة الشباب والثقافة والتواصل يديرها الوزارة باش تولي وزارة وحدها، باقي غير مسائل تنظيمية وإدارية وتقنية باش تولي وزارة وحدها في المستقبل وفي إطار لا تمركز إداري سواء محليا أو لا وطنيا. مزيانة هذه الفكرة، ولكن لا بد يعني واحد العمل مشترك ما بين المجتمع المدني، ما بين المنتخب، وبين حتى يعني المدبر الإداري المعين. وبالتالي كثر الحديث حول يعني البرنامج الثقافي تاودنت، أنا أقترح يعني شكر الأخص مديرية الثقافة على يعني فكرة ديال أنه تكون واحد البنك أو واحد السجل ديال الجمعيات الثقافية قصد إيكي وراد اللي متحيلة تمهلة تدلسة غير من ترودنت يساول نغطي سغوصة فأمي واد نقرس ديم كين اللي سورين غير ما سني إيكراد نتدلسة فكين يسقسيت نسنا ساول نغفية تنعيت اللي راديقية استراتيجية نمال أفاد أداء إبغلو إيكراد انتو سنا دويدا أكمام أركمام أماس ترودنت نسني ميرا شيغان مثلا مهال نتوسنا او تدلسا دمس ان مهال د د د نعريمن داك واللي وسنين افاد اديزري وساد تنميرتنا تحدث لنا عن السيد شفيق فتردد الحمد لله عندها الماده الخام بزاف فاش كنهضروا في الملحون فاش كنهضروا في الدقه كنهضروا في اللعابات كنهضروا في العبيد في القناوه في جميع الفنون التراثيه راه كاينه الماده الخام ولكن خاصها تصنع السي شفيق. عندنا الحمد لله دابا الارضيه كاين المركب هنا، علاش؟ كنقولوا للمعهد الموسيقي ولا الدارودان اولى بهذاك المعهد الموسيقي في التكوين في جميع المسائل. مثلا انتم نقولوا احنا مثلا كبرنا عصاميين ما قريناش الموسيقى في مدينه الدارودان، انتم شدوا بيدينا احنا كشباب نمشيو نكونوا ونجيو نكونوا ولاد البلاد، علاش احنا غيجي البراني ويكون؟ أدعوكم كذلك لاستغلال الوقت لأن هذا الشيء فيه استعجال كبير جدا لأننا كنضيعوا في التراث في مدينة الرودانت. اليوم حضرنا هنايا في المركب الثقافي مدينة الرودانت وحضروا فيه جل الجمعيات جمعيات المجتمع المدني وكان بالمشاركة مع السيد مدير الثقافة ومدير الشباب. وناقشنا فيه بزاف ديال المسائل اللي كتهم مدينة الرودانت والثقافة ديالها والعمق التاريخي ديالها، وانها يعني مدينه في المستوى ولكن ما وفتش يعني الحق ديالها كمدينه في المستوى.
وتناقشنا بزاف ديال النقاط اللي غادي يكون غادي ان شاء الله يساهموا بالنهوض بهذه المدينه هذه لاعلى المستويات. وكاين مشاريع جايه ثقافيه ويعني ان شاء الله غادي يتحلوا هنايا مراكز ديال كيكون غيكون مركز ديال التمثيل غيكون فيه التمثيل والتمثيل والمسرح والمسرح بالنسبه للاطفال والشباب ديال مدينه تارودانت. وان شاء الله يعني تارودانت غادي تولي يعني تبان كمدينه عندها الطوق ديالها عندها المركز ديالها بتشجيع من المدير ديال الثقافه اللي جاء الله يجزيه بخير. يعني كيشجع الشباب على المشاركه في الحياه الثقافيه في كل المجالات. اين هو دور المراه؟ اذا هذا كله يجب ان نعطيه فكره، ان نعطيه حقه. جميل جدا ان تكون الصرخه لكل واحد من مجاله، وجميل جدا ان يتحدث كل من مجاله ومن منبره، ولكن لماذا لا نفكر جميعا ان نكون يدا واحده لكي نحقق كل هذا؟ لماذا كل يتحدث في مجاله؟ لماذا ننزل كل شيء عن الثقافه وعن المجتمع وعن الجماعات؟ هل نحن لسنا مندمين؟ نحن كذلك مندمين. لماذا كل واحد منا لا يصرخ ويقول لماذا تفعل بنا هذا؟ فإن كل منا تحدث من مجاله والله العظيم سنحقق لتارودانت ما لم يحققه أي أحد. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.